عبد الله بن حسين ما جلد، وإنما أمر النبي بقتله صلى الله عليه وسلم، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضية المصلحة والمفسدة، أو خلنا نقول أعظم المفسدتين، فرأى أنه كادت تقوم ثورة أو خلنا نقول مشكلة بين الأوس والخزرج، لأن الخزرج رأوا كأن الأوس يشمتون بهم، لأن عبد الله بن أبي سلول من رؤوس الخزرج. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يتثاور يعني الحيان الأوس والخزرج، ورأى أن هذه مفسدة أعظم من مفسدة ترك الحد على عبد الله بن أبي سلول، فترك النبي ذلك لهذا الأمر. أي ولا عبد الله بن أبي سلول كما قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن الذي تولى كبره، قال عبد الله بن أبي سلول. ويذكرون من الروايات أن أحد خلفاء بني أمية أظنه هشام بن الحكم بن عبد الملك أنه دخل عليه الزهري رضي الله عنه، فقال هشام للزهري: من الذي تولى كبره؟ فقال الزهري: هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام بن عبد الملك: كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال له الزهري: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت. حدثني عروة بن الزبير، وحدثني عبيد بن عمير، وحدثني نسيت الثالث الآن، مسروق كأنه، طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول.